تحياتي لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الجديد. هذا الحوار يدور حول المشهد اليمني من كافة الجوانب، من الناحية السياسية والعسكرية وأيضا من الناحية الإنسانية. الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية للحكم وفرض حالة الطوارئ في الأماكن التي يسيطر عليها أثارت الكثير من التحفظات وكذلك الانتقاد، سواء من دول تحالف دعم الشرعية في اليمن أو حتى من جانب الأمم المتحدة. المعروف أن اتفاق الرياض الموقع في أغسطس من عام 2019 نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية من محافظات الجنوب والشمال وعودة القوات التي تحركت إلى ثكناتها مرة أخرى، ولكن هذه الخطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول الأهداف، حول مستقبل اليمن بعد هذه الخطوة. إذن الكثير من النقاط مطروحة مع حضراتكم في هذا الحوار الذي أرحب فيه بضيفي الأستاذ وليد الأبارة، مدير مركز الدراسات بوزارة حقوق الإنسان الفلسطينية. أستاذ وليد، منورني، أهلا وسهلا. اليمنية، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم. وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أهلا وسهلا. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن أتابع سويا هذا التقرير. ابقوا معنا مشاهدين. تفرض نفسها على الواقع اليمني بعد إعلان الجماعة الانفصالية الجنوبية الرئيسية الحكم الذاتي في الجنوب، وهو ما يعرقل جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الضروس الدائرة في البلاد. وندد عدد من الجهات العربية والدولية بهذا القرار، حيث أكدت الجامعة العربية أن وحدة الأراضي اليمنية تعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وأن التقسيم والتفتيت ليس في صالح اليمن وشعبه، وأنه يتعين تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلا من فتح جبهات جديدة. مجلس التعاون الخليجي شدد على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض في اليمن، والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار لتوحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة والتصدي لخطر الإرهاب. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قد أعرب في وقت سابق عن خيبة أمله من تطورات الأحداث في المناطق اليمنية الجنوبية، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض. يذكر أن اتفاق الرياض هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض في 5 نوفمبر عام 2019. ويستند إلى عدد من المبادئ، أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي ووقف الحملات الإعلامية المسيئة. وكان قد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017 للعمل على إحياء جمهورية اليمن الجنوبية المستقلة السابقة، قائلا إن الشماليين في صنعاء كانوا يميزون في المعاملة ضد الجنوبيين منذ الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990. ويبدو أن مشكلات اليمن معقدة إلى درجة تحول دون الخروج بنتيجة حاسمة وإنهاء الحرب الأوسع نطاقا في الوقت الراهن. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ وليد الأبارة، مدير مركز الدراسات بوزارة حقوق الإنسان اليمنية. أستاذ وليد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المشهد اليمني، التوصيف للمشهد اليمني، لأن الحقيقة كل يوم في جديد فيما يتعلق بالتفاصيل المشهد اليمني. في الحقيقة المشهد اليمني حاليا واحد من أكثر الملفات تعقيدا في المنطقة. ملف مركب، لديه جذور تاريخية يتفاعل بشكل مستمر، يتداخل فيها السياسي والعسكري بالاجتماعي والإنساني أيضا،
المشهد العسكري ربما في الوقت الراهن هو المشهد الأكثر فاعلية، وهو من يحدد طبيعة المشهد السياسي والإنساني. المشهد العسكري أيضا مشهد سائل غير ثابت، تتحرك فيه سواء كافة القوات المتواجدة على الأرض، سواء قوات الحكومة الشرعية والتحالف أيضا، أو القوات التابعة للمجلس الانتقالي أو الميليشيا التابعة للحوثيين، تتحرك باستمرار. مرة يسيطر هذا الطرف على منطقة، مرة ينسحب منها، مرة يسيطر الطرف الآخر، بمعنى لا يوجد هناك مواقع ثابتة. ولم ينتصر أحد في الحرب منذ 6 سنوات للأسف الشديد. كنا نأمل أن تستعيد أو أن يستعيد الجيش الوطني سيطرته على كافة التراب الوطني كخطوة أولية من أجل إعادة الاعتبار لليمن، ومن أجل إقامة حكومة تستطيع أن تعيد المؤسسات الخدمية التي تدهورت بشكل كبير جدا أثناء الحرب. ويمكن أيضا أن يقام حوار سياسي بناء ينتج نظام سياسي، أو أن يتم الاستفتاء على الدستور الذي كان قد وضع له مسودة بعد مؤتمر الحوار الوطني، ويوضع الاستفتاء وأن ينتخب الشعب سلطاته بنفسه. لكن للأسف الشديد لا يزال المشهد معقد جدا. جزء من هذا السبب هناك مشاكل يمنية لها جذور كما ذكرت فيما يتعلق بنيوية الدولة، النظام السياسي، بالإضافة إلى جماعة الحوثيين وهي الجذر الرئيس في الأزمة اليمنية برمتها. الحوثيين للأسف الشديد جماعة ميليشياوية وطائفية أيضا، تتحرك وفق منظور أيديولوجي وعرقي أيضا، ولديها دعم مباشر من إيران وحزب الله اللبناني. هذه الجماعة للأسف الشديد تمارس الإرهاب بكل أنواعه ضد مختلف فئات الشعب اليمني. وشاهدنا أن مجلس الأمن فشل بشكل ذريع في إدانة إيران لتهريب السلاح الإيرانيين. هذه الجماعة طورت الكثير من مقتنيات الأسلحة التي تمتلكها، أصبح لديها طائرات مسيرة، صواريخ باليستية، قذائف للسارية، أصبح لديها ألغام بحرية، ألغام برية. هذه الجماعة أصبحت لا تشكل فقط خطر على مختلف فئات المجتمع اليمني، وإنما أيضا باتت تشكل تهديد مباشر للملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، بالإضافة إلى دول الجوار التي تطلق عليها الصواريخ من بين الفينة والأخرى. وبالتالي من المستبعد أن يتم عودة اليمن للاستقرار دون استعادة السيطرة على كافة التراب الوطني وهزيمة هذه الجماعة. هذا هو الجذر الرئيسي داخل المشهد الشرعوي أيضا، أو ما يمكن نسميها السلطة الشرعية. هناك أيضا تفاعلات وتجاذبات داخل الأطراف السياسية المشكلة الشرعية، بما فيها المجلس الانتقالي. الإعلان الأخير من المجلس الانتقالي كان خطوة نزقة إن صح التعبير، لم تكن مدروسة. وأعتقد أن كان هذه الخطوة هي جزء أو أحد أسبابها أنه لم يتم البت أو لم يتم الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض. لو حدث من جانب الحكومة الشرعية في اليمن، من كل الأطراف، لأن هذه خطوة يعني كانت متكررة قبل ذلك، كان هناك خطوة شبيهة بهذا الأمر وتم اتفاق الرياض. بالضبط، كان اتفاق الرياض فرصة لكل الأطراف السياسية، خصوصا أن أي صراع سيندلع وأن أي مؤشرات صراع ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لن يستفيد أحد، سواء الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي. من سيستفيدون من أي صراع عسكري داخل المناطق المحررة هم الحوثيين، الذي أصبح لديهم الآن استعداد حقيقي للتوغل سواء جنوبا أو شمالا. على سبيل المثال، أهم محافظتين استوعبتها المقاومة الوطنية والجيش هي محافظتي البيضاء الضالع عفوا ومحافظة مأرب. محافظة الضالع يسيطر عليها المجلس الانتقالي وتعتبر هي الحاضنة الاجتماعية له، وأيضا مأرب وتعد أهم معاقل الحكومة الشرعية. الآن الحوثيين ومنذ 6 أشهر تقريبا يحاصرون البيضاء الضالع ويخوضون صراعات كبيرة جدا، سواء في دمت وفي مديرية قعطبة وفي الحشا، وأيضا حتى داخل مديرية الضالع نفسها هناك معارك كروفر منذ 6 أشهر. وأيضا الحوثيين خلال شهر تم السيطرة على معسكر فرضة نهم، وهي منطقة أو مديرية رابطة ما بين محافظة صنعاء ومحافظة مأرب، وقاموا أيضا بالسيطرة على عاصمة محافظة الجوف الحزم وبراقش والصفراء، وهذه كلها مديريات تحاذي محافظة مأرب، وأصبحت محافظة مأرب حقيقة محاصرة من قبل الحوثيين. وبالتالي هناك مخاطر وجودية على الحكومة الشرعية وعلى المجلس الانتقالي من قبل الحوثيين. أي صراع سيندلع
ما بين الطرفين في صالح الحوثي بشكل كبير بشكل مباشر. وبالتالي كان اتفاق الرياض مخرج آمن ومشرف لكل الأطراف، سواء للحكومة الشرعية أو للمجلس الانتقالي وللتحالف العربي الفاعل داخل هذه المنظومة العسكرية، لأنه في حالة فشل الحكومة الشرعية سيكون هناك أيضا لوم على التحالف العربي أو المشروع العربي في اليمن سيخسر كما خسر في سوريا وكما خسر في العراق أيضا. وبالتالي اتفاق الرياض فرصة لكل الأطراف بأن تتقدم خطوة إلى الأمام، وخصوصا بأنه يضمن تشكيل حكومة يتشارك فيها كل الأطراف، وأن تعود الحياة إلى مجاريها، أن تعود الحكومة لممارسة صلاحيتها من داخل عدن، أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية التي تدهورت أثناء الحرب بشكل كبير، خصوصا ما يتعلق بالكهرباء للمناطق الحارة وخصوصا عدن، وأيضا وزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم. أستاذ وليد، عندما تم توقيع اتفاق رياض كان هناك شرط بتقسيم أو بإقامة حكومة من كل المحافظات الجنوبية والشمالية وتدار من جانب محافظة عدن كما ذكرت، إلى أي مدى في تقديرك كان هناك التزام من جانب الحكومة الشرعية في اليمن على هذا الاتفاق، وما الذي دفع المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان هذه الخطوة في تقديرك؟ في الحقيقة الحكومة لم تبدي أي اعتراضات واضحة فيما يتعلق باتفاق الرياض. الحكومة رحبت باتفاق الرياض وقالت أنها ستدعمه. الرئيس شكل لجنة لمتابعة اتفاق الرياض من شخصيات سياسية معروفة ولها وزن سياسي، من الدكتور أحمد عود بن دغ رئيس الوزراء السابق ومجموعة من الشخصيات ورؤساء الأحزاب ما فيها وزير الخارجية السابق وأيضا الأمين العام للحزب الناصري الدكتور عبد الملك المخلافي والأستاذ محمد العامري. لكن للأسف الشديد اللجنة متابعة اتفاق الرياض لم تعقد أي مؤتمر صحفي توضح فيه ما الذي توصلت إليه، وإن كان هناك معرقل ما هو وما نوع هذه العرقلة وما هي التفاصيل الذي كانت تدر وكيف يمكن علاجه أو معالجة هذا الأمر بشكل أو بآخر. بالضبط يعني. كنا ندرك كسياسيين أيضا أو متابعين للشأن اليمني أن هناك الكثير من الجزئيات سواء تتعلق بالجانب الفني أو فيما يتعلق ببعض البنود، مثلا على كيف يمكن تسمية وزراء الحكومة التي تم الاتفاق عليها الحكومة المصغرة، ما هي الوزارات التي سيتم دمجها على سبيل المثال، من هي الشخصيات التي تم التقدم بها لشغل مناصب الحقائب الوزارية، الملف الأمني والعسكري وهو أكثر الملفات الحساسة، كيف سيتم إعادة سحب هذه القوات وإعادة دمجها، أيضا ما يتعلق بالمخصصات المالية كيف سيتم دفع مرتبات هذه القوات ومن الذي سيتولى دفع هذه المرتبات، وما هي المهام المنوطة بهذه القوات وأين ستتواجد. بمعنى كان هناك العديد من الأسئلة الذي كان يفترض أن يتم تقديم إيضاحات للرأي العام وللمواطنين خلال الفترة السابقة، سواء من قبل الحكومة الشرعية باعتبار الحكومة المعترف بها أيضا أو من قبل التحالف العربي والمملكة العربية السعودية باعتباره راعي لهذه المبادرة. لكن للأسف الشديد أنا أعتقد أنه لم يتم الضغط على المجلس الانتقالي خلال الفترة السابقة، هذا شجع المجلس الانتقالي إلى أن يذهب خطوة إلى الأمام، وهي خطوة ارتجالية بكل ما تعنيه الكلمة معناه، ومجازفة أيضا، مجازفة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وهي قضية لديها اعتراف من أغلب المكونات السياسية اليمنية، ولدى هناك التزام سواء من قبل الحكومة ومن قبل أهم الأحزاب السياسية المنخرطة في الشرعية بحل هذه القضية، وتم إفراد لها جزء كبير جدا من الحوار الوطني الذي جرى في العامين 2013 و2014. أيضا المجلس الانتقالي في عدن لا تمتلك موارد كافية، والنفط يتواجد في شبوة وحضرموت، البيانات التي كانت صادرة من حضرموت وشبوة أيضا كانت رافضة لبيان المجلس الانتقالي، وبالتالي لا ندري كيف يمكن أن يدير المجلس الانتقالي العاصمة عدن، خصوصا بعد تعرضت المدينة لكارثة وتم إعلانها مدينة منكوبة من جراء السيول والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى أن الكهرباء مقطوعة وهي مدينة حارة جدا. المجلس الانتقالي أيضا اشتكى في العديد من المرات بأنه بعد أن انسحبت الإمارات من اليمن لم يعد هناك لديها الأموال الكافية لدفع مرتبات لقوات الحزام الأمني والنخبة، وبالتالي كيف يمكن أن يمول مرتبات القوات التابعة له، وكيف يمكن أن يمول مرتبات موظفي الخدمة المدنية الموجودين في عدن وهم من كل محافظات الجمهورية أيضا ويشغلون أعمال تتعلق بإدارة المنظومة المالية والإدارية مثل البنك المركزي.
المركزي ووزارة المالية والكثير من القطاعات المالية والمصرفية، وبالتالي خطوة الإدارة الذاتية خطوة غير محسوبة، خطوة غير عملية. وأنا أقول أيضا أن المجلس الانتقالي ليست المرة الأولى الذي يفشل فيها في إدارة عدن. المجلس الانتقالي أعطي فرصة حينما كان عيدروس الزبيدي محافظ الله عدن، وكان لا يزال قد تم تعيينه من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان يدعم من قبل الإمارات ويدعم من قبل التحالف العربي، ولديه دعم لا محدود من قبل الحكومة الشرعية. وللأسف الشديد المجلس الانتقالي لم يقدم نموذج للإدارة في عدن أثناء توليه حقبة عدن، وبالتالي كيف يمكن لهذا المجلس أن يسير الإدارة أو يسير الحياة في المناطق التي يسيطر عليها، وهي ثلاث محافظات فقط أو محافظتين ونصف المحافظة، محافظة الضالع ومحافظة لاحج ومحافظة عدن، بإضافة إلى نصف محافظة أبين، ولا يتواجد أيضا لا في سقطرة ولا يتواجد أيضا في حضرموت والشبوة والمهرة، وهذه أكبر محافظات اليمنية وأكبر محافظات الجنوب ولا تزال تحت السلطة الشرعية. وبالتالي من مصلحة المجلس الانتقالي أن يعود إلى طاولة الحوار، ومن مجلس ومن مصلحة أيضا التحالف العربي وأيضا الحكومة الشرعية أن يتم الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ولكن أيضا قبل ذلك يجب أيضا أن تقام هناك مؤتمرات صحفية بشكل دوري لإبلاغ الرأي العام، ليشكل على الأقل ضغط على الأطراف التي تعيق تنفيذ هذا الاتفاق. طيب اسمح لي أتواصل مع سيادتك حول هذه النقطة، ولكن بينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف السيد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. سيد سفير، الحوار يدور حول ما أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن من الإدارة الذاتية وفرض حالة الطوارئ في الأماكن التي يسيطر عليها. المعروف أن المشهد اليمني أساسا معقد من التركيبة السياسية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للغاية. يعني في تقديرك، إلى أي مدى ترى تحليل هذه الخطوة من جانب المجلس الانتقالي؟ يعني أنا أتصور أن من حيث التوقيت انتهزت هذه المجموعة من الساسة اليمنيين الجنوبيين انشغال العالم وانشغال المملكة العربية السعودية بصفة خاصة بمواجهة وباء فيروس الكورونا لاتخاذ هذه الخطوة غير الموفقة إطلاقا، غير الموفقة من وجهة نظر جنوب اليمن، غير موافقة من وجهة نظر اليمن والأفاق التوصل إلى تسوية سياسية تلبي طموحات كل مكونات الشعب اليمني. كما يأتي هذا، كما تأتي هذه الخطوة التي لم تحظى بأي تأييد إقليمي أو عربي أو دولي، وأشك كثيرا أنها تحظى باعتراف بأي اعتراف، إن هي جاءت لتكون تتناقض تماما مع اتفاق الرياض، وتتناقض أيضا مع وقف إطلاق النار اللي المملكة العربية السعودية الشقيقة بدأته وجددت الالتزام به بعد انتهاء الأسبوعين الأولين، وجددت الالتزام به منذ بضعة أيام. فكان حريا على كل الفرقاء اليمنيين أن يتجاوبوا مع وقف إطلاق النار، وخصوصا أن قرار الحكومة السعودية جاء داعما ومتمشيا مع دعوة الأمم المتحدة وبصفة خاصة دعوة مجلس الأمن ودعوة سكرتير عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس بهدنة إنسانية في مناطق النزاعات، وكان المقصود فيها مناطق النزاعات أساسا العالم العربي و أفريقيا، لكن العالم العربي أساسا في سوريا وليبيا واليمن. هذه الخطوة غير الموافقة لن تساهم من قريب أو من بعيد في التوصل إلى التسوية السياسية اللي ليس فقط المجتمع الدولي بيحث وبيدعو اليمنيين إلى العمل من أجل التوصل إليها وتفعيلها على أرض الواقع، وإنما لا يلبي طموحات الشعب اليمني نفسه. نهينا عن انه يعني يصعب من نجاح اليمن في مواجهه فيروس
كورونا. ولكن سيد سفير، يعني عفوا للمقاطعة، البعض بيحمل الحكومة الشرعية في اليمن جانب من المسؤولية، البعض يرى أن هذه مناورة سياسية غير محسوبة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، ولكن البعض الآخر بيحمل الحكومة الشرعية المسؤولية في أنها لم تتفاعل بجدية مع اتفاق الرياض، ومن ثم دفع المجلس الانتقالي إلى استغلال الظروف والمطالبة بحقوق أو مطالبة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض ولم ينفذ. حضرتك الطرح كلام حضرتك دقيق، لكن هذا ده كان تبرير المجلس الانتقالي اليمني عندما اتخذ هذه الخطوه، ان هو القى باللائمه على الحكومه اليمنيه الشرعيه. لكن اذا سلمنا جدلا ان في نوع من التهاون او في نوع من التباطؤ في تنفيذ ما سبق وان تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض، فانه يتم من خلال المفاوضات وخلال المباحثات وليس من خلال اتخاذ خطوات احاديه الجانب. الكل يعلم وفي وفديتهم المسؤولين في المجلس الانتقالي انها لن تقود الى تنفيذ اتفاق الرياض اذا كانوا فعلا ملتزمين وصادقين في التزامهم باتفاق الرياض. لكن عموما مجمل القول ان هذه خطوه لن تحظى باي اعتراف دولي، واعتقد ان هي لا تلبي طموحات الشعب اليمني ولن تساعد حتى المناطق اللي هتخضع للسلطه بين مستوجتين للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن لاي منافع او لاي مكان. واحب في هذا السياق اذا سمحت لي ان انا اؤيد ما جاء بيان وزاره الخارجيه المصريه الذي صدر امس تعليقا على هذه الخطوه، واعتقد ان العناصر الرئيسيه في هذا البيان حددت موقف الثوابت المصريه بالنسبه لتسويه شامله في اليمن. طيب سيد سفير، يعني نقطة أخيرة، يعني كمان أحب أسمع وجهة نظر سيادتك فيها. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من جانب هذه الخطوة من جانب المجلس الانتقالي، أين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مما يحدث في اليمن بشكل عام؟ واقع الأمر أنه الأمم المتحدة وتحديدا مبعوثها سيد مارتن جريفيث يبذلون قصارى جهودهم منذ اتفاق ستوكهولم ديسمبر عام 2018 من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، اتفاق الرياض، اتفاق ستوكهولم، وبدأ تنفيذه في ميناء الحديدة. لكن بعض الأطراف في اليمن، ولن أسميها، بعض الأطراف في اليمن ربطت نفسها بأطراف إقليمية بقوة إقليمية، وربطت نفسها انتزعت نفسها من الواقع اليمني وأضحت طرفا في معادلات الإقليمية. إذا استمرت هذه الأطراف على هذا النهج فهذا النهج هو اللي هيفشل جهود الأمم المتحدة. لكن يعني أنا تقديري الشخصي إنه الأمم المتحدة بذلت جهودا كبيرة، المبعوث مارتن جريفيث يتنقل ويحاول يقنع الأطراف اليمنية بضرورة تنفيذ الاتفاقات اللي سبق التوصل إليها، لكن لن يحل المشكلة اليمنية، لن يحل الأزمة اليمنية بكافة أبعادها إلا كافة الأطراف اليمنية، بما في ذلك العنصر الحوثي، بما ذلك الجنوب اليمن، بما في ذلك الحكومة الشرعية اليمنية. بالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية، الحكومة الشرعية اليمنية أي نعم هي الحكومة المعترف بها دوليا، لكن ينبغي عليها أن تبعث رسائل إلى كافة أطراف الأزمة اليمنية أنها على استعداد لتحقيق كافة طموحات مكونات الشعب اليمني بعيدا عن الطائفية وعن أي انحيازات إقليمية صحيح أو لها طابع آخر.
أشكرك جدا السيد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا، شكرا جزيلا. برجع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لضيفي في هذا الحوار الأستاذ وليد العبارة، مدير مركز الدراسات بوزارة حقوق الإنسان اليمنية. أستاذ وليد، يعني في ظل ما هو حادث، ما هي المكتسبات أو يعني التي يرغب من وراءها المجلس الانتقالي الجنوبي من هذه الخطوة؟ يعني هل في تقديرك هناك خطة، هناك رؤية، هناك ورقة سياسية يلاعب بها من خلال هذه الخطوة، أم أنها مجرد مغامرة للمزيد من الحقوق أو مزيد من الطلبات؟ قبل أن أجيب على سؤالك المحوري، أود أعقب على جملة من اللي قالها الأخ سعادة السفير. أتفق معه في الكثير من تحليل الواقع اليمني، باستثناء جزئية أن الأمم المتحدة تبذل الجهد في اليمن، أو أن السيد جريفيث يلعب دور حاسم فيما يتعلق ب، على العكس اليمنيين تفائلوا كثيرا باتفاق الرياض. لماذا؟ لأنه كان خارج الأمم المتحدة. للأمم المتحدة دور سلبي في اليمن من 2011 حتى هذا اليوم، ويشعر به المواطن اليمني. نعم، ما يقوم به جريفيث فيما يتعلق باتفاق الحديدة كان كارثي. لقد قوض سلطة الدولة، آخر ما تبقى للشخصية القانونية والمعنوية للدولة اليمنية حاول جريفيث أن يقوض هذا الدور أثناء وهو يمثل دور الدبلوماسية البريطانية وأطماعها في اليمن، ولا يمثل، استغل دور الضعيف للأمم المتحدة. وبالتالي لماذا استمر الصراع في اليمن منذ عام 2011 حتى صحيح. اليوم؟ وإذا كانت الأمم المتحدة تبذل الجهد في اليمن، إذا كانت الأمم المتحدة فشلت في كل الملفات، فشلت في الملف السياسي، لم تستطع أن تساعد اليمن في الانتقال السياسي الذي حدث في العام 2011، ولم تستطع أن تأنسن الحرب. أنا لا أتحدث عن إيقاف الحرب، أنا أتحدث عن أنسنة الحرب، بمعنى كان دور الأمم المتحدة أنشئت من أجل السلم الدولي ومن أجل حماية حقوق الإنسان في العالم. الأمم المتحدة لم تقم بأي دور يتعلق في حماية المدنيين اليمنيين أثناء الحرب، ولم تقم بأي دور فيما يتعلق بالسلم اليمني، وبالعكس من ذلك ساعد اتفاق جريفيث بمنع الحكومة الشرعية من إعادة السيطرة على أحد أهم الموانئ الرئيسية في البلاد، كي تظل المساعدة الإنسانية مربوطة بمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية بالحوثيين. بمعنى هي قراراتها الدولية الصادرة عن مجلس الأمن تعمل مع الحكومة الشرعية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومجلس حقوق الإنسان يعملوا لصالح الحوثيين، وبالتالي هناك انفصام فيما يتعلق بالموقف أو موقف الأمم المتحدة في اليمن. أحببت أن أوضح هذا فيما يتعلق في ما قام به المجلس الانتقالي. للأسف الشديد أن المجلس الانتقالي كان من خلال التقدير العسكري على الأرض كان قد استطاع المجلس الانتقالي حسم المعركة في عدن، وأيضا التقدم إلى مشارف شبوة، ثم تعرض لعملية انكسار حادة وتقدمت القوات الحكومية إلى مشارف عدن. بمعنى أن المجلس العسكري الانتقالي أصبح يعيش في منطقة معزولة لا يوجد بها أي مصادر للطاقة، ولا يوجد بها أي مواد رئيسية باستثناء موارد ميناء عدن، ولم يعد الموقف العسكري يصب في مصلحته، وبالتالي كان الموقف السياسي له عن طريق اتفاق الرياض مخرج مشرف. الآن المجلس الانتقالي قام بتقويض العملية السياسية برمتها ما بينه وبين الحكومة الشرعية، بمعنى تم الانقلاب الكلي الكامل على اتفاق الرياض، ولم يعد اتفاق الرياض ساري المفعول حتى هذه اللحظة، على الأقل إذا ما ظل المجلس الانتقالي متمسك بهذه الخطوة. صحيح. وبالتالي ما هي المكاسب؟ أنا لا أعتقد على أن المجلس الانتقالي سيحظى بأي مكاسب، أعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أن يخسر الكثير من شعبيته في المناطق التي يسيطر عليها، لأنه لن يستطيع، وأنا أتحدث جازما، لن يستطيع أن يوفر، أن يواجه كورونا في هذه المناطق، لأنه لا يوجد لديه اعتراف دولي ولا أحد من المجتمع الدولي سيتعامل معه. هذه نقطة. النقطة الأخرى هو لا يمتلك موارد، لن يستطيع دفع مرتبات العاملين في القطاع المدني ولا العاملين في القطاع العسكري، لن يستطيع إقامة أي إدارة تكاملية مع بقية محافظة الجنوب الذي عبرت عن مواقفها بشكل واضح، وخصوصا محافظة حضرموت التي تواجد فيها منطقتين عسكريتين وأهم موارد البلاد فيها. هذه المنطقة قالت رأيها فيما يتعلق بموقفها من المجلس الانتقالي، وبالتالي المجلس الانتقالي الآن حشر نفسه في زاوية ضيقة جدا، وأعتقد على أن هذه الخطوة كانت خطوة ارتجالية انفعالية لا تعبر عن موقف حكيم
وربما أعتقد أنا شخصيا على أنه جزء من هذه الخطوة هو افتقار المجلس السياسي المجلس الانتقالي للخبرة السياسية. العاملين في المجلس الانتقالي أغلبهم جاءوا من الوسط العسكري والأمني، وبالتالي لديهم خبرة في المواجهات العسكرية، لكنهم لا يجدون التعاطي مع الموقف السياسي. وهذا الموقف سيضر كثيرا القضية الجنوبية. أنا من أبناء الشمال لكنني أدعم القضية الجنوبية، أدعم الحل العادل لهذه القضية التي تقوم على أساس المواطنة والتداول السلمي للسلطة، وهذا هو الخيار الأمثل لمعالجة هذه القضية. أن يتم حشرها في زاوية عسكرية أو نزق طائفي، عفوا نزق جغرافي، هذا يضر بالقضية، يضر بسمعتها الوطنية. وشاهدنا كيف أنه الكثير من الدول كانت لديها تعاطف مع القضية الوطنية، والآن الموقف العربي جاء واضحا، موقف الجامعة العربية جاء واضحا أيضا، حتى موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق للأمانة، موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بوحدة وسلامة الأراضي اليمنية هو موقف جيد. ربما لديها التباس فيما يتعلق باستخدام أدوات الضغط للمساهمة بالانتقال السياسي، لكن فيما يتعلق بالثوابت العامة التي هي الشرعية الرئيسية الممثلة بالحكومة وأيضا سيادة اليمن، لا تزال موقف الأمم المتحدة جيد إلى هذه اللحظة. وبالتالي المجلس الانتقالي الآن ليس لديه من خيار إلا العودة إلى طاولة الحوار والضغط بتنفيذ اتفاق الرياض. سيكون شريك في الحكومة، سيكون له حقائب وزارية، سيتم إعادة دمج القوات الحكومية بقوات المجلس الانتقالي، هذه القوات سيتم سحبها من داخل المدن الرئيسية وإعادة تموضعها على خط النار، سيتم أيضا إعادة تنشيط الجبهات القتالية من أجل التقدم واستعادة العاصمة صنعاء، من أجل السيطرة على كافة التراب الوطني. يمكن هذا أن يجعل اليمن يعبر إلى المستقبل، صحيح سيعبر بكثير من الآلام، بكثير من الخسائر سواء ما يتعلق بالخسائر البشرية أو المادية، لكن على الأقل يمكن العبور بيمن موحد، بيمن ديمقراطي، بيمن فيه تعدد سياسي، في يمن فيه حقوق إنسان. ولكن إذا استمر الحال وذهب المجلس الانتقالي أو نجح المجلس الانتقالي في بمعنى إذا نجح المجلس الانتقالي بجعل المواجهات العسكرية أمر محتوم، المواجهات العسكرية ستؤدي إلى الكثير من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، ستؤدي إلى إضعاف الجبهتين، ستؤدي أيضا إلى أن الحوثيين سيستغلون هذه الفرصة. وأعتقد على أنه وأن أهم محافظة يسيطر عليها الحوثيين قد تتعرض لمخاطر كبيرة جدا، وهي الضالع، وإذا تم السيطرة على الضالع بإمكان الحوثيين النزول إلى عدن بكل سهولة. طيب، يعني الضمانة الحقيقية من جانب المجلس الانتقالي للحصول على هذه المكتسبات ورد الحكومة الشرعية في اليمن على هذه الخطوة من جانب المجلس الانتقالي؟ أعتقد أن هناك سيناريوهين. سيناريوهان، الذي هو السيناريو الأول، هناك مجموعة من الصقور داخل الحكومة الشرعية وداخل المجلس الانتقالي. هذه المجموعتين تفضل الدخول في مواجهات عسكرية. السيناريو الأول، وأعتقد أن محافظة أبيان ستكون هي المحافظة التي ستندلع فيها المواجهات أيضا. وبالتالي سيحشد كل الطرفين قواتهم حتى المتواجدة على خطوط النار مع الحوثيين إلى هذه المنطقة. ستأتي المجلس الانتقالي سيسحب جزء من قوات العمالقة الموجودة في الساحل الغربي والقواته المتواجدة في الضالع ولحج وعدن لمؤازرة قواته في أبيان، بينما الحكومة الشرعية سترسل دعم من مأرب، ومأرب أيضا محاصرة، وأيضا سترسل دعم من محافظة شبوة. وبالتالي ستكون محافظة أبيان هي منطقة المواجهات العسكرية، وهذا سيناريو كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. صحيح، ده معناه سيطرة جماعة الحوثي على الكثير والكثير من الأماكن وخسارة كل الأطراف، يعني سواء المجلس الانتقالي أو الحكومة الشرعية. بالضبط. السيناريو الثاني، السيناريو هناك الأدوات الذكية داخل الحكومة الشرعية والأكثر عقلانية والمجلس الانتقالي، وهي تفضل الخروج بماء الوجه وأيضا الوصول لاتفاق يضمن مشاركة الجميع في السلطة، وهذا ما تفعيل اتفاق الرياض، وهذا يجي عبر تفعيل أدوات اتفاق الرياض. اتفاق الرياض يضمن بشكل مباشر وواضح تشكيل حكومة مصغرة، حكومة كفاءات من الشمال والجنوب مناصفة،
وأن يكون المجلس الانتقالي مشاركا فيها، بل أن المجلس الانتقالي حينما تم النقاش حول شغل الحقائب الوزارية حاول أن يشغل أو قدم اقتراحات لشغل مناصب في وزارات سيادية، وبالتالي لم تعترض الحكومة الشرعية على أن يكون المجلس الانتقالي ممثلا في الحكومة، وبالتالي الرياض أيضا المجلس الانتقالي لم يكن يحلم بأن يكون لديه أي اعتراف قبل اتفاق الرياض. صحيح. المجلس الانتقالي لم يكن لديه اعتراف إقليمي على الأقل، نتحدث عن الاعتراف الدولي، الاعتراف الإقليمي. اتفاق الرياض منح المجلس الانتقالي الاعتراف الإقليمي وجعله أداة أو أحد المفاعيل الأساسية، المكونات الأساسية على الرغم أنه ليس مكونا سياسيا وإنما هو مكون اجتماعي وعسكري، وليس مكون سياسي، هو ليس حزب سياسي معترف به ويمارس أنشطته السياسية، ومكون انبثق من المقاومة الشعبية الذي واجهت الحوثيين ثم أصبغ عليه صفة المجلس الانتقالي، وبالتالي هو مكون اجتماعي يمثل بالفعل جزء من مجتمعنا في الجنوب، وهو أيضا مكون عسكري تم تنظيمه أثناء المواجهات مع الحوثيين، وبالتالي تم الاعتراف به كمكون سياسي، ويفترض على أنه فرصة أن ينخرط جزء من هذا المكون أو العديد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة داخل هذا المجلس أن تمارس العمل السياسي، وأن تترك هذه القوات لتندمج ضمن صحيح. القوات المسلحة اليمنية، وهذا كان أيضا مخرج للمجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي إذا لم يستغل هذه الفرصة أنا أعتقد على أنه يغامر، لأن التحالف العربي في اليمن لا يملك الكثير من الخيارات، ولا يوجد خسر الكثير من المواجهات في كما ذكرت العرب خسرنا معركتنا في العراق، وخسرنا معركتنا أيضا في سوريا، ولا أعتقد على أنه سيتم أيضا السماح بخسارة المعركة في اليمن خصوصا وتسليم باب البندب لإيران أو الميليشيات التابعة لإيران. صحيح. لا ليس هناك من خيار إلا الضغط المباشر والعمليات والعملي على المجلس الانتقالي لإرجاعه على طاولة الحوار والإسراع، لأن التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض كان أحد الإعكاسات التي أدت إلى هذا. نورتني جدا في هذا الحوار، أشكرك الأستاذ وليد الأبارة مدير مركز الدراسات بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، شكرا جزيلا. شكرا لك. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم وإلى اللقاء. يهدي الصبح إشراق